هلا سلمى بننتقل لاولى محطاتنا الصباحيه لليوم مع مساحتنا الطبيه لنحكي فيها عن التقاليل التناسليه والمخاطر اللاحقه للاصابه بها وما هي الفيروسات المسببه وطرق العلاج مع الدكتور اكرم الاحمر اختصاصي في الامراض النسائيه ومعالجه العقم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا صباح النور يا هلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. بدايه خلينا نبلش نعرف الناس شو المقصود بالتقاليل التناسليه وهل هي تظهر فقط عند المراه؟ التقاليل نحن نعرف في تقاليل موجوده بشكل عام عند كثير ناس اطفال وكبار تتواجد بشكل عام على اغلب مناطق الجسم اكثر شيء بالايدين وبالرجلين. هلا نفسها هي التقاليل من ناحيه الشكل المقصود نفسها هي التقاليل وقتها بتتواجد بالمنطقه التناسليه عند الانثى طبعا وتتواجد كمان عند الرجل وهون بيكون سر العدوى. تمام. هلا عند الانثى ممكن تتواجد بشكل اساسي على المناطق الخارجيه قريب بين المنطقه النسائيه التناسليه وفتحه الشرج ممكن تتواجد بكثره ممكن تتواجد اوقات ضمن جوف المهر اوقات كمان عند بعنق الرحم. فهي لهذا السبب اسمها هي تقاليل تناسليه مثل ما قلنا تتواجد عند الرجل كمان عند العضو عنده وعلى جدار البطن محل التقاء الجذر بجدار البطن. فبرجع بقول هون يكمن سر العدوى فيها نص. طيب دكتور خلينا نحكي الاسباب المسببه لها شو هي؟ لانه كثير من النساء يمكن مثل ما قلت هي بتطور الحاله لتعرف الاسباب وشو ممكن يكون فيها من خلال الوقايه. الحقيقه السبب هو فيروس، يعني فيروس يعني حمى راشحه. مثل ما بنقول سبب فيروس الجريب هو فيروس الجريب حمى راشحه، بمعنى ليس جرثومي، بمعنى لا يوجد دواء انتي بايوتيك مضاد حيوي 500 ولا 800 ولا 50 750 ولا 1000 انه يقضي عليه، يعني بمعنى لا يوجد معالجه دوائيه عن طريق الصادات الحيويه الانتي بايوتيكس. هو سببه فيروس. خلينا نوضحها انا وياكم، هي HPV. H يعني هيومن يعني من بشري، بي بابيلوما من حليمي لانه شكل مثل الحليمي، فيروس الفيروس الحليمي البشري HPV. وهي لانه ممكن يمرق معنا هالمصطلح اثناء الحلقه كثير فننتبه، هذا الفيروس هو من اقدم الفيروسات الموجوده بتاريخ البشريه. تقريبا خليني اقول انه 90% اذا مو اكثر هو من انه هي الامراض تقاليل تناسليه يلي سببها ال HPV الهيومن بابيلوما فيروس، الفيروس الحليمومي البشري، هيك اسمه الفيروس الحليمومي البشري، من الى TSD يعني ترانسميتد باي سكس يعني تنتقل عن طريق العلاقه الجنسيه. مثل ما قلنا هو من اقدم الفيروسات، مطور حاله على طول. يوجد منه تقريبا حوالي شي 130 140 ابن عم واخ لهذا الفيروس. هلا يلي يصيبوا البشر هن فقط عدد قليل منهم، غالبا يلي يصيبوا البشر ولحسن الحظ وكلا الجنسين، برجع لسؤالك الانثى والرجل، ولحسن الحظ انه هن 46 48 مو مهم الارقام، يلي هي دائما بتكون غالبا مياله للسلامه. في اثنين منهم او ثلاثه سته و18 على ما اظن انه هدول بيصير ممكن يعمل عنا شيء، وخاصه عند الانثى باتجاه انه يعمل عنا خباثه او تحول باتجاه سرطان عنق الرحم. وهي النقطه الخطيره المهمه كثير. بمعنى وارجو الانتباه اذا بتسمحوا لي سيدتي، انه نحن لما تجينا على العياده او على سيده او بنت يلي هو انه في عندها تقاليل تناسليه، طبعا لا شك انه هي متضايقه منهم لانه ممكن يعملوا شويه حكه، شويه وقت التنظيف بيصير في سحجات ممكن يطلع اثار دم بسيطه، المنظر طبعا مانو ابدا المنظر مانو جيد، يعني بالعكس بشع المنظر. هي فعلا انه متضايقه بشده من هي الاعراض انه يا دكتور في عندي تقاليل. تمام؟ اوكي، هلا نحن فينا نستوعب مخاوفها، نوضح لها النقطة، بس لازم نوضح النقطة الأهم، إنه صح إنه أنت شايفة على الأعضاء الخارجية هي التقاليل،
ولكن نحن عيننا أكبر بكثير لجوا، بمعنى على عمق الرحم. السبب خلينا نوضح شغلة. سرطان عنق الرحم يلي هو ممكن يتسبب عن الـ HPV اللي Human Papilloma Virus، الورم الحليمي البشري يلي هو بيسبب التقليل. هذا الفيروس إذا بده يعمل تحول بمخاطية أو بشرة عنق الرحم لتصير باتجاه الخباثة، منمرق بفترة كذا سنة، حوالي 12-15 سنة، يلي منسميها مرحلة Precancer. Precancer يعني ما قبل السرطان، تمام؟ إذا نحن عنا فرصة وقاية هائلة منه، لأنه قبل ما يتحول لسرطان ونفوت بإجراءات جراحية راضة وعقب أو اختلاطات عقابين لاحقة. وهذا اللي كان بدي أسألك عنه دكتور أكرم، يعني أنه دائما نحن في كتير سيدات بيوصلوا للأسف بمراحل متأخرة. نعم نعم. للعلاج أو لعيادة الطبيب. في ناس بتقول أنه يلا حبة وبتروح. أيوة. عادي بصير. وما بيصير وقصة كتير صغيرة. ولكن هون خلينا نحكي عن الوقاية قدي مهمة بمثل هاي الحالات، وخصوصا عم نحكي أنه في نوعين منها مثل ما قلت حضرتك 6 و18 ممكن تسبب سرطانات. طيب نعم. كيف فينا نكتشف هذا الشيء، وهل في مثلا لقاح واقي من هذا الموضوع؟ أوكي. او لا؟ اوكي. هلا الوقايه منه، اهم وقايه يلي هي انه مثل ما ذكرتي حضرتك بالسؤال، انه اي حبه اي شغله بتظهر بهالمنطقه تراجع طبيبها فورا. ما تقول هي شعره قلبي دملي يلي هو جرح حاله وقت التنظيف بلا بلا بلا، انه بتروح لحاله فورا فورا تراجع. الشيء الثاني، خاصة إذا إنه بدينا بتالولة أو مثل ما شافت بتيجي بتفكرها حبة، إنه بدينا بتالولة نحنا. طيب أوكي بدينا بتالولة. طيب شافت بعد أسبوع صاروا 5-6، بعد شهر فرشوا كلياتهم عبوا المنطقة، أو نفسهم يلي كانوا 5-6 صاروا يكبروا ولونهم وسطهم شائز ولونهم وشكلهم غير طبيعي، ما تستنى أبدا. هي أهم شغلة من طرق الوقاية. طيب هلا طرق الوقاية الثانية، هو نحن نعرف انه يعني موجود ببلدنا، ما فينا ننكر هو موجود بشكل منيح، يعني طبعا موجود ببلاد الغرب اكثر لانه بيستخدموا وسائل الوقايه اثناء العلاقه اكثر. هن عندهم كمان موجود اكثر لسبب اخر طبعا، بس انه الوقايه اعلى عندهم، الحرص اعلى. هن عندهم سبب العلاقات المفتوحه اكثر من بلدنا طبعا. هي طرق الوقاية الموجودة، وبخاصة أرجو الانتباه لهالنقطة إذا بتسمحوا لي، إنه الرجل مثل ما قلنا ببداية الحلقة يصاب بالتقاليل التناسلية يلي سببها هذا الفيروس HPV، تمام؟ طيب هلأ الرجل بأغلب الحالات بيكون لا عرضي ونادرا ما تؤدي، حتى الزمر 6 وهدول حكينا عنهم تؤدي لسرطان بالعضو عنده، نادرا ما تؤدي. عند الأنثى تؤدي لسرطان عنق رحم بنسبة حوالي خلينا نقول 6-8% 10%، ونسبة عالية، بس مثل ما قلنا أنه عنا 10-15 سنة ليتطور لها، فينا نكتشفها بالاختبار اللطاخة مسحة عنق الرحم. فأنه الرجل فورا ينتبه، يأخذ إجراءات الوقاية أثناء العلاقة مع زوجته ويراجع طبيبه فورا، وخاصة أنه أشكال التقليل ليست دائما أنه يعني نموذجية أنه مثل التالولة، لا، ممكن نشوفها أوقات بقعة مصطبغة شوي، شيء إنه مرتفعة عن سطح الجلد عنده، هي ممكن تكون أحد أشكال التقليل. وبهالفترة بيكون هو معدي بشدة ومانو دريان ولانه مهتم أصلا. وياما منشوف حالات، منجي منلاقي الزوجة عنا عندها منتشرة 100-200 تقلولة موجودين وواصلين لفتحة الشرج، حتى منتشرين بشدة، ونقول لها زوجك عنده شيء، بتقول لك ما بعرف، بسأله ايه بيلا في عندي من 3-4 سنين طالع لي، وكانوا 10-15 سنة طالع لي وراحوا، أو كويتهم أو عالجتهم وراحوا. هذا الموضوع إذا سمحتوا بمعنى ما بينسكت عنه. هلأ عم تسأليني حضرتك مشان اللقاح. أوكي، كان في لقاح موجود عنا ببلدنا بسبب الحصار الاقتصادي والطبي الجائر على سوريا كلها، تم منع تصدير هذا اللقاح لسوريا. هلأ طلع لقاحات جديدة بتتناول 8 أو 9 أنواع من ما قلنا نحن حوالي 140 أخ وابن عم لهذا الفيروس HPV، بتتناول 9 أنواع أخطر على هاي 9 أنواع يلي ممكن نعطيها. هلأ في سؤال جدا مهم سيدتي، وهذا بينطرح علينا كل يوم بنشوفه بعياداتنا، يلي بتقلك أنه إجت بنت أو سيدة هلأ عندها تقليل خارجية، أو إذا في عندها باللطاخة لقينا بعنق الرحم موجود
HPV. لما بتجي بتقولي لي عن الفيروس، عن اللقاح ضد هذا الفيروس او التسع فيروسات اللي حكينا عنه، قلت لك دكتور انا طيب اصبت بالتقليل معناته انا خلص في داعي اخذ اللقاح؟ لا طبعا في داعي تاخذ اللقاح. السبب انه المناعه تبعيته، بنتذكر هلا اللقاح اللي حكينا عنه او المثال اللي حكينا عنه يلي هو الفيروس تبع الجريب، يلي قلنا فيروس بفيروس فيروس الجريب كل سنه بدنا ناخده لانه كل سنه بتروح المناعه وبيطور حاله الفيروس. هون نفس الشيء، الا انت اصبتي وعالجنا الحاله بالكي، بالحراره، بالليزر، بالازوت السائل، بالدواء، بعض انواع الادويه المراهم وهيك، طيب اوكي، بس هذا ما بيعطيكي مناعه دائمه، مو مثل اذا اصبتي بالكلياتنا، اصبنا بالجدري بالروبيلا بالحصبه والجدري نحن وصغار خلص تمنعنا كل العمر، تمام. هلا هون ما في مناعه دائمه، فلذلك لابد انه تاخذ اللقاح. طبعا كل ما اخذت اللقاح قبل ما تظهر عندها وبعمر أبكر، حتى آخر دراسات بتقول من نبدأ من اللقاح من عمر 9 سنين لأي بنت من عمر 9 سنين. طبعا الدراسات بتقول لم تثبت أنه في داعي أنه الرجل يأخذ هذا اللقاح، دراسات ما قالت هالشي. عم نشوف بعض ناس أنه لا، حتى الرجل بيقول لك دكتور أعطيني لقاح أضمن. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن تطور الحالة. لما قلنا أنه ممكن تصاب السيدة بسرطان خبيث من 6-10% ممكن يؤدهشني، مراحل هون وين بتكون واصلة؟ لأنه نحن مثل ما قلت خلال حديثك يمكن آخر خيار بيكون الطبيب يعني عند الشخص المصاب، دائما بيكون في حالة تأجيل مشان ما نخوف الصبايا شوي. هون بأي مرحلة بيكون طريقة العلاج؟ إذا كان ببدايته ما وصل لداخل الرحم، بيكون بعمق الرحم، ممكن تحافظ على رحمه طبعًا ولا لا؟ طبعا طبعا، بتشكرك جدا على السؤال سيدتي، مهم جدا هذا الموضوع. انه بمعنى عندنا سيده هلا او بنت اللي هو انه في عندها عم تقلنا مشي شهر، شهر ونص، 15 يوم شفت طالع لي كم حبه كتروا بهالكم يوم الماضيين، اوكي شفنا هون، بنعمل مسحه من عنق الرحم اذا في مجال، مسحه من عنق الرحم، نطمئن انه موجود ولا مو موجود. هلا لما بيكون موجود وخاصه طلع النتيجه CIN1 يعني 1 درجه اولى، من الا نسبة الشفاء، بمعنى وأرجو توضيح الانتباه كثير، نسبة الشفاء إنه ما يصير عندك سرطان عنق رحم بالCIN1 100%، بس لا يعني إنه الفيروس ما يرجع، نحن قضينا عليه نهائياً، لأنه قد يستبطن بطبقات الخلايا العميقة، فلذلك بعد العملية بنعمل لها إياها. شو الإجراء المهم كثير وهذا الذي لا يجب أو يجب ألا يتم إهماله على الإطلاق أو تناسي، إنه إذا طلع عنا بوزيتيف إنه لقينا في HPV بعنق الرحم، من إلا بعد العملية أول سنة كل 3 شهور بنعمل لك مسحة من عنق الرحم، إذا رد طلع مرد بنقتله، يعني طبعا ماشيين بالسليم كل العمر. أول سنة، ثاني سنة كل 6 شهور باب سمير، المسحة اللطاخة يلي دائما عم نشتغل عليها بالتوعية ببلدنا، هي وسرطان عنق الرحم، هي وسرطان الثدي عفوا، إنه ثاني سنة كل 6 شهور، بعدين بيرجع المعدل الطبيعي مثل اي سيده يلي ما عندها شيء. ممكن تخسر الرحم السيده؟ عفوا، باي مرحله ممكن تخسر الرحم السيده اذا تطور سرطان عنق رحم وصلنا درجه ثالثه؟ لما بناخذ تقرير اللطاخه او الخزعه عفوا CIN3، هون فتنا بالمحظور بالمطلق. اوقات بعض حالات بنضطر نعمل بس شيء اسمه استئصال جزئي لعنق الرحم بغرض انه مشان نحصل على، اذا في رغبه بالحمل، نحصل على حمل ان شاء الله وإنجاب، وبعدين ممكن إذا رأينا تطورت الحالة بنلجأ فورا للاستئصال الواسع بهي الحالة. ونحن ما بدنا نخسر رحم، يعني ما بدنا نخسر أكيد، مو هذا الوارد يعني. دكتور طيب التقليل هي اللي نحن حكينا عنها إلا تأثير على الحمل ولا لا باعتبار أنه هي خارجية؟ تأثير أنه يصير حمل؟ لا، ما بتأثر أنه ما يصير لها تأثير حمل أبداً. ولا بعد الحمل لها تأثير بأي شيء؟ مثل الحامل بهالحالة أو الولود يعني اللي ولدت، مثل أي سيدة ما عندها هي التقاليل، ما عندها مشكلة، وفقط إذا كانت داخلة وعاملة مشكلة سرطانية بيكون لها تأثير. أو ما قبل سرطانية، أرجو أن نركز عليها، أنه عندنا فترة 12-15 سنة ما قبل سرطانية، يعني إذا كل سنة مرة، لك إذا كل سنتين مرة، كل 3 سنين مرة عم تعمل اللطاخة، عندنا 3 فرص على الأقل نكتشف هذا الفيروس مبكرة. وهذا أنه قبل ما يتطور ونمنع حدوث السرطان. ايه طبعا، لأنه فورا منعالج بهي اللحظة. وطبعا بجوز تكون أخذت لقاح، هذا لأنه هلأ مكلف اللقاح،
مع انه صار الزامي موجود اللقاح بكثير دول من العالم، حتى ببعض البلدان مثل استراليا صار حتى اللقاح للرجل الزامي اللي عنده تقاليل او شريكته البارتنر الجنسي تبعه عندها تقاليل موجوده. لانجاز كثير كبير حقيقة. يعني اخطر سرطانين بيصيبوا الانثى سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، عندنا اجراءات للكشف المبكر عنهم بتكتشفهم بمراحلهم الاولى، يعني نسبه شفاء حوالي 98%. 98% يعني بيرفكت، انه من نسبه شفاء تامه. شكرا لك دكتور، يسعد صباحك سيدتي.